قال بعد ذلك قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا وطاكب قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه الآية جاءت في معرض الأعراب من البدو الذين كانوا في ذلك الزمان لما عم الإسلام مكة وجزيرة العرب دخلوا الإسلام، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يظهرون أنهم آمنوا إيمانا كاملا، وهم ليسوا ما عندهم الإيمان كامل لكن عندهم الإيمان، يعني مسمى الإيمان دخلوا الإيمان أو يقال أنهم من المسلمين، لأن عندنا إسلام وإيمان وإحسان، أيهم أوسع؟ ثلاث منازل، الإسلام واسع ثم الإيمان أضيق، ولذلك المسلمين كثير والإيمان قليل ثم أهل الإحسان أقل. فقولوا أسلمنا، قولوا نعم صح صح معكم، قولوا آمنا إيمانا كاملا، هذا غير صحيح، وإنما قولوا أسلمنا، فلذلك رد عليهم الرسول قال تعالوا آمنا أي إيمانا كاملا، هكذا ادعوا. الله تعالى يقول قل لم تؤمنوا يا محمد، قل لهم لم تؤمنوا الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا أي دخلنا الإسلام، ودخولكم الإسلام خير عظيم ونعم ذاك اللي فعلتوه، ولكم عند الله منزل عظيمة، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، أي لما يتم كمال الإيمان في قلوبكم. وفي هذه الآية بشارة أنه سيتم بإذن الله تعالى، وتم والحمد لله، إن من قال هذا تم أتم الله الإسلام وترقى في الإسلام، وهذا بشارة لهم. ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله، أي بعد إيمانكم وشهادتكم لا إله إلا الله، تتعلمون الدين، تعملون بالعلم كتاب وسنة، تعبدون الله تعالى، ترقون بالأعمال الصالحة، الله لا يظلمكم ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، كان يشهد عليكم ويعلمكم ويبين لكم، لا يردكم الله أبدا ولا يظلمكم، يؤتيكم حقه، ولو ربما أصبح ممن قال الكلام من خيار بعد ذلك الصحابة. فالله تعالى يوفي كل ذي حق حقه، ولذلك قال وإن تطيعوا الله، أي قبولا واستمرارا وتعبدا وترقيا في العبادة وازديادا فيها، كل هذا طاعة لله ورسوله، أيضا بما قال تقبلوا منه، تتعلموا منه، تعملون بذلك، تحسنون هذا الأمر، تجاهدون معه كما سيأتي معنا أمر الجهاد عظيم. قال إن فعلتم ذلك لا يلدكم من أعمالكم، إن الله لا يلدكم، لا يبخسكم الله تعالى في الأجر والثواب وعلو المنزل، ولا يبخسكم الرسول في التعليم والإفادة والبيان. إلى أن ختم قال إن الله غفور، يعني غفور عما سبق من قبل أن تؤمنوا ومن أيضا ما قلتم في أول إيمانكم وأنتم على خير. فالله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرح بالعبد إذا رجع إليه تائبا، فيمحي جميع سيئاته ويرفع عنده منزلات عظيمة، بل أن الله يبدل السيئات حسنات، هذا من فضل الله العظيم على عباده، وأن الله يفرح بعبادة يعني مخلوقاته. Im nächsten Vers heißt es, die wüsten Araber sagen, wir glauben, sagt, ihr glaubt nicht wirklich, sondern sagt, wir sind Muslime geworden, denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingezogen. Wenn ihr aber Allah und seinem Gesandten gehört, verringert er euch nichts von euren Werken. Gewiss Allah ist allvergebend und barmherzig. Hier berichtigt Allah Azzawajal die A'rab über ihre Aussage, die sie gesagt haben, wir glauben. Und sie sollen stattdessen sagen, Aslamna, wir sind Muslime geworden. Denn der Islam ist umfassender als der Iman. Der Iman ist etwas noch engeres und noch spezielleres als der Islam. Und sie sollten sagen, wir sind Muslime geworden und nicht wir sind Gläubige geworden. Und wenn sie dies tun, so wie es diejenigen
die es gesagt haben, getan haben, so wird Allah, wie er hier erwähnt, wenn ihr aber Allah und seinen Gesang gehört, verringert er euch nicht von euren Werken. Das heißt, wenn ihr Allah und seinem Gesandten gehört, indem ihr damit arbeitet, mit den Pflichten, die Allah euch auferlegt hat, und dem Gesandten aus dem gehört und ihm folgt, von den Taten, die der Sheikh erwähnte, so verringert Allah euch nichts von euren Werken. Und am Schluss gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Das heißt, Allah vergibt und ist barmherzig und vergibt das, was vorangegangen ist. Sogar so sehr, dass er die schlechten Taten in gute umwandelt. في معنى قول الله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. هنا لما جاءوا وأظهروا الإيمان جاءوا يمنون على الرسول، وهذا فيها سبب نزول هذه الآية، أن أعراب من العرب من بني أسد بن خزيمة قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في سنة جذبة، يعني ما كان هناك أموال زكاة وما كان هناك يعني أمطار وغير ذلك، فأظهروا الشهادتين، قالوا لا إله أشهدوا أن محمد رسول الله، ولم يكونوا مؤمنين في السر، يعني ظاهر إيمان ولكن السر الله أعلم، الذي يظهر يقول أنهم لم يكونوا مؤمنين في السر، يعني كحال المنافقين. قال وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات، يعني طرق المدينة يخرون أولادهم وحيواناتهم، وأغلوا الأسعار، رفعوا الأسعار لما جاءوا ببضائع وأشياء، أن المدينة فيها قحط، فجاءوا ببضائع وأغلوا الأسعار على من كان في المدينة، وكانوا يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كالذين قاتلوك من قبل قصوب يعني في أحد وغير ذلك، فكانوا يمنون بهذا الفعل. فهنا لما قالوا كان نحن أتيناك بالعيال والأموال وهكذا ولم نقاتلك فلان وبني فلان وبني فلان، فأعطنا يا محمد الصدقات ما عندك، وجعلوا يمنون على النبي أصلا، فأنزل الله هذه الآية قل لا تمنوا علي إسلامكم، لأن المن لله ليس لأحد، فإن الله تعالى إذا من عليك الحمد لله هذه نعمة من الله يشكر عليها ولا يكفر، يعني تجل الله تعالى بها وتجعلها تذكر لك في كل آونة في لحظة حياتك، وأما أنت ولو فعلت عبدت الله تعالى تروح حياتك ما عملت شيء، لأن الهداية هي من الله أصلا. لو أن كل من على وجه الأرض عبد الله الجن والإنس كخير ما تكون العبادة، هل يزيد هذا في ملك الله شيء؟ ما يزيد أبدا. ولو أنهم كلهم كفروا هل ينقص الله شيء ذلك في ملك الله؟ ما ينقص شيء في ذلك الله، الحمد لله بريء على العالمين، وإنما يعبدوا الله تقربوا المجلس يكون خير لهم. Der Sheikh erwähnte hier, dass einige Araber in Medina gekommen sind und in einem Jahr, in welchem es sehr trocken war, und sie haben also Schaden angerichtet, indem sie die Wege kaputt gemacht haben und die Preise gestiegen haben und so weiter. Und dann haben sie dem Propheten Hassan vorgeworfen, dass quasi sie ihm etwas Gutes gebracht haben, dass sie ihm Besitz und so weiter gebracht haben und dass sie nicht ihn bekämpft haben wie die anderen Stämme und so weiter. Und Allah erwähnte, dass sie Yemunnu, das heißt, sie tun so, als ob sie quasi etwas Gutes gemacht hätten, dass sie Muslime geworden sind. Aber der Vorzug in der Realität gebührt Allah, dass er sie recht geleitet hat zum Islam und nicht ihnen, dass sie Muslime geworden sind. Denn der Schirr sagt, wenn alle Menschen sich versammeln würden und Allah anbeten würden, sie würden Allahs Königreich nichts hinzufügen. Sondern wenn sie dies tun, so sind sie diejenigen, die davon Nutzen ziehen und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist der Nutzen der Person, die gehorsam ist, für sich selber und nicht für Allah azza wa jalla. قال بعد ذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه الآية فيها بيان المؤمن الكامل الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله واحدا ربا إلها، ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ومبينا شريعة الله ومتبعين له في عبادتهم لله تعالى، عاملين ما شرع وما جاء ما أنزل به، ثم لم يترددوا في ذلك الإيمان وثبتوا على ذلك، بل أثبتوا إيمانهم بأنهم جاهدوا في سبيل الله، يعني فدوا بأنفسهم أنهم يقاتلون على هذا الدين. لو تصديق وعمل بس، تصديق وعمل وأيضا فداء وجهاد لحماية هذا الدين، هذا هو الإيمان الصادق، هذا الإيمان الحقيقي، هذا الذي يقول به للأمان إلى الإيمان الكامل. هذا معنى قول إنما المؤمن الذين، يعني مؤمن الحق كامل الإيمان الذي يعني إذا ظهر له ذلك يقال فيه ذلك إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ترددوا ولا عندهم شك ولا نفاق ولا شيء، يقين وعمل على ذلك وثبات، وجاهدوا جاهدوا أنفسهم من المعاصي ومن الشرك ومن الظلم وكل ذلك، وجاهدوا غيرهم ممن يظهر ضرار بالإسلام، ثم كان جاهد بالأموال والأنفس كل ما عندهم يرجون رحمة الله وثواب وعظم هذا العبادة هذه. أولئك هم الصادقون، أي صادقون في أقوالهم، إن قالوا آمنا نقول نعم أنتم آمنتم. تفضل. Im nächsten Vers heißt es: Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen. Hier sind die wahren Gläubigen damit gemeint. Die richtigen Gläubigen sind diejenigen, die glauben, dies mit ihrer Tat bestätigen und hierauf danach auch noch Opfer aufbringen. Das heißt, sie bringen Opfer auf für diesen Glauben. Und nachdem sie geglaubt haben, zweifeln sie nicht, sondern sie bemühen sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Seele opfern sie für diese Religion. Und das sind die Wahrhaftigen, das heißt diejenigen, die wahrhaftig in ihrer Aussage sind. Sie haben gesagt, wir glauben, und das haben sie dann auch mit ihrer Tat bestätigt. قال بعد ذلك: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذه الآية فيها بيان أن علم الله تعالى واسع، يعلم كل شيء، كل ما موجد من غير الله فهو مخلوق، خلقه الله تعالى، والله يعلم به وعلم به قبل أن يخلقه وبعد أن يخلقه إلى أن يزول، سماوات أرض ما بينها كل ذلك يعلمه الله تعالى. فلا يأتي أحد من الناس يقول أنا عندي إيمان كامل، يعني أليس الله يعلم إن كنت كذلك أو غير ذلك؟ يعلم الله تعالى، الذي علم ما في السماوات يعلم ذلك. فدعك من هذا القول وهذا يعني الادعاء، كن مؤمنا بقلبك واعمل والله يعلم بحالك وهو الذي يثيبك. كونك تتمدح أو تدعي أنك على كذا وكذا وكذا لترجع حطام الدنيا أو غير ذلك، هذا لا يزيد ولا ينقص عند الله، الله يعلم بما فيك ويعطيك حقك. احذر من هذا الكلام. تفضل. Danach heißt es im nächsten Vers: Sagt, wollt ihr Allah über eure Religion belehren, wo Allah weiß, was in den Himmel und was auf der Erde ist, und Allah weiß über alles Bescheid. Hier ist die Bestätigung, dass Allah Azzawajal über alles Bescheid weiß, denn sein Wissen ist allumfassend. So soll niemand kommen und sagen, ich habe einen vollständigen Iman. Du musst dich nicht selber loben. Dies nützt dir nicht, denn Allah weiß über dich am besten Bescheid.